بعد موسكو، أبو ظبي هي الثاني أغلى مدن العالم من حيث تكاليف الإقامة الفندقية لفئة رجال الأعمال. إذا أخذنا أبو ظبي حالياً تعد من أهم الوجهات لرجال الأعمال حوالين العالم، وهذا يعني مبني على كذا عامل. قدرت والحمد لله أبو ظبي إنه تروج له بالعالم كله، كونه يعني عندها كل البنية التحتية للرجل الأعمال اللي بيحب يلاقيها بالوجهة اللي بيروحها. منشآت سياحية حصدت عدداً من الجوائز، كان لفندق قصر الإمارات نصيباً منها بحصوله على أفضل فندق في العالم للمؤتمرات. ولعل عوامل كثيرة جعلت العاصمة الإماراتية قبلة لرجال الأعمال، وتتجاوز بذلك كلاً من نيويورك وباريس. الخدمات في مدينة أبوظبي الفندقية مميزة عالمياً. إحنا من ناحيتنا كناس دائماً نستعمل الفنادق في سفرنا، نشوف الفروقات العالية ما بين فنادق أبوظبي والفنادق العالمية في كل أنحاء العالم من الشرق إلى الغرب. 14,000 دولار أمريكي هو سعر هذا الجناح الملكي في فندق قصر الإمارات لليلة واحدة. أما متوسط سعر الغرفة لليلة الواحدة في باقي فنادق أبوظبي لسنة 2009 فيبلغ أكثر من 443 دولار أمريكي.